عليهم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أسرة النادي الفيصلي، مريدين ومحبين وجماهير وأعضاء عامة على هذا الجهد الكبير الذي بذلوه وصولا إلى إخراج هذا العرس الديمقراطي بالشكل الذي نراه الآن. 1954 ناخب من أصل 2034 هو إنجاز تاريخي للعملية الانتخابية في الأندية الأردنية بنسبة 96%، وهي نسبة غير مسبوقة تستحقها أسرة النادي الفيصلي وجماهير النادي العريق. الشكر الموصول للأجهزة الأمنية على ما قامت به على اختلاف قطاعاتها خلال الفترة الماضية لتأمين سلامة الناخبين والمرشحين والكوادر العاملة. الشكر لزملائي أعضاء اللجان، والشكر أيضا إلى جميع من أشرف وساهم وفي مقدمتهم رجال الإعلام الرياضي الأردني الذين واكبونا منذ الصباح الباكر. أما الآن فنعلن النتائج الرسمية لانتخابات النادي الفيصلي 2022 مع حفظ الألقاب للجميع. منصب الرئيس نضال الحديد 1003 أصوات، سليمان العساف 934، الأعضاء أحمد عبد الله الأوريكات 1262، فراس محمد لحياصات 1023، عروب نوفان الصلاحين 946، فراس أوريكات 927، أحمد التشاد 916، نمر السليحات 897، أحمد موسى عواد 847، نصار الحيصة 841، لانا الجغبير 832، عبد المحسن المعايطة 826، والأعضاء الاحتياط الخمسة شاهم العدوان 820، زياد الحجاج 815، مازن الحراسيس 796، فوزي العيادة 794، سامي فراج 762. ألف مبروك للفائزين.